انهم غيانا هؤلاء جاءوا يلبون العراقي يا الروح العراقي يحبون الناس كلية العلوم السياسية يدون بالغالبات العلوم الإسلامية. الحمد لله رب العالمين. تم في هذا اليوم 23/10/2019 حفل تخرج طلبة جامعة تكريت، حيث توجت 4 سنوات من التعب المستمر من العمل المضني للكادر التدريسي وللطلبة بحصولهم على شهادة البكالوريوس، وهي الشهادة التي كانوا يبغون الحصول عليها منذ 4 سنوات لبعض الكليات وخمس كل سنوات أو 6 سنوات لطلاب المجموعة الطبية. رعى هذا الاحتفال الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين مشكورا، حضره القادة الأمنيين في المحافظة، حضره آلاف الخريجين، حضرته عوائل الخريجين. حقيقة كان يوم جميل جدا. نتمنى أن يضعوا الطلبة الخريجين كل إمكانياتهم العلمية ومهاراتهم اللي دربوا عليها في خدمة العراق، أملا في مستقبل زاهر للعراق العظيم.